بيعملوا فنجان شاي جنبه. انا نبليه كثير طيب، يطلع لذيذ جدا مره مره. شويه ملح وزيت تفوتها بالفرن. اعشاب السعاده بدي اعملكم اياها واشربها وتشوفوني كيف راح اروق. تفرجوا معي. اهلا وسهلا فيكم، انا ايمن الهنيدي عطار الاعشاب. بركز شغلي انه انا على العشبه، على طبيعتها، على اصلها واصولها، باستخلاصها، بنقيعها، بطعمتها، بنكهتها، فيها نفع وفيها فايده للناس. مزاج مرتب، مزاج زاكي. اتوصل في كل شغلي انه تكون هي هاي مميزه، نكهه مميزه، فيها بصمه ايمن، ايمن الهنيدي. من اعشابي هاي القرنفل واللومي، كزبرة والشومر، هيل، روزماري، المليسة، الجوز، عين جمل، بابونج، الزهرات المشكلة. جمعت 10 أعشاب سميناهم السعادة: أشواغندا وزهرة الماوي، عشبة قديس سان جون، لومين جراس ونيتل جراس، وحليب الشوك، واللافندر، بابونج، والريحان، والبردقوش. 10 بندلعها بشوية عسل. سعادة بدها عسل، بدها دنيا عسل. أوبا، وانا على بخار المي منقع ومهدي ومخمرهم. واو، طلعوا كيف شايفينها؟ شميت ريحتها؟ انا شم ريحتها بالألفة، بالتصالح الذاتي، بالسعادة. ان شاء الله اعشاب سعادة، صحتين وعافية.